ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم أيوب، أهلا يا أم أيوب. أول مرة نشترك معاكم، نعم. وأنا ساكنة ما يدعى بالدول السعادة، أها. السعادة دول الإسكندنافية، السعادة هذه دول السعادة. 20 سنة هذه أتعس الدول في حياتي، شفت فيها أتعس أيام حياتي. فالمنبطحين اللي دائما اسمعهم، انا اول مره في حياتي اتصل على برنامج في حياتي كامل، ربنا يبارك فيك. قناتكم بصراحه هذه دعم لكل مسلم عنده ذره، لو فطره، لو ذره اسلام. بصراحه هالدول هذه خطف اطفال، تكفير نساء، خلوا النساء يطلقوا اجوازهم، كل شيء ما يدعي بالكفر سووه مع أولادنا، سووه في حياتنا، يحاولوا بأي طريقة يشتتوا الأسرهم نعم. بأي طريقة. أنا أشتغل معاهم، والله والله هذه المرأة الإيرانية اللي انقتلت، هاي الشيعية اللي انقتلت اندبحت، سألت زملائي، صاروا كلهم عارفين على القصة. قلت لهم ليش ما أنتم ما تعرفوا على المرأة المسلمة في بلجيكا قتلوها، ليش ما تعرفوا عليها؟ أها. قالوا لك احنا ما سمعنا عليها، يعني يا ما سلام. شفناها ما سمعنا عليها. انا صار لي مشكله مع السوشيال، ولو احكيها لك، لانه انا قررت ارجع لبلدي او بلد جوزي، هستنى بس الاقامه. ما فيني احكي بكل شيء بصراحه، لانه اخاف، عندي بنتي واخاف عليها، الله يبارك لك فيها. بدي اطلع منهم باي طريقه، باي طريقه. اولادي والابنتي بس حرضتها استاذه عليها، استاذتها حرضتها عليها، حرضتها في عطلة الصيف. بنتي سبحان الله من الدعاء والصلاة أنا وأبوها قررت تتحجب. هذيك الأستاذة كانت لو قدرت أنها تاكلنا كانت تاكلنا، يعني كانت بدها البنت. كيف قررت تتحجب فجأة 10 سنين 11 سنة؟ قالت لهم كتبت البنت، أنا تحجبت من إرادتي، أهلي ما غصبوني. لو قالت بس أمي ولا أبوي هذه لكنا رحنا مصيبة. في خبر، رحنا في خبر كان. والبنت شو كان يحرضوا عليها؟ يحرضوا فيها ان هي لازم تحب، ليش ما تحبش بنت مثلها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، لو من الدعاء، الدعاء الدعاء في الليل والصلاة، الدعاء والصلاة هي كل شيء في هالدنيا، الدعاء والصلاة وقيام الليل هو اللي سبحان الله ربي معانا كان. وانا قررت نرجع الصيف اللي فات، بس المحاولة ما نجحت، لأنه لازم أنا إقامتي غير إقامة بلد جوزي، جوزي من المغرب فإقامتي غير بلده، الله يعينكم. فلازم لما بنرجع يا ربي ادعونا، ادعونا يا ربي. وأوعكم، أنا نصيحة، نصيحة لوجه الله الكريم، أوعكم، أوعكم يا إخواني، إنكم تصدقوا هذه بلد، بلدان السعادة، يحرقوك في أغلى شيء عندك في حياتك، هم أولادك، فلدة أكبادك. اوعكم، اوعكم، وانا اقولها لكم، اوعكم تصدقوا اي شيء. انا قناتكم هذه كانت لي نفس، سبحان الله، من بعد الله كانت لي نفس، حس نفسي جوزي يقول انت صرتي ادمنتي خلاص. نقول له ما، لو ما نشوفش قناتكم يمكن نقول لو الشيطان ينغزني ونضل هون النهار. يعني الله ادعوا لي المستعان. انه ربي رجعني سالمه انا اولادي، يا ربي ادعوا لي، اطلب منكم الدعاء، الله رجعنا انا يعينك. اولادي وجميع المسلمين يا رب. الله يحفظكم وأنا إن شاء الله. أشكرك كثير أخي، واستمر استمر، ولا ترد على أي منبطح في الأرض، نعم. الحمد استمر، لله. والله معك بإذن الله. الحمد لله الذي نجاكم ونجى ابنتكم. وهذه القصة يا الحمد جماعة لله، هذا متكررة والله اللي أنت بتقوليه، هذه مسألة البنت اللي تتحجب. يقول لك في هو الحجاب نعم مسموح، لكن لما بنت تتحجب وتختار الحجاب صدقوني يعني بتتعرض لأشياء كثيرة أنتم لا ترونها. بعض الأسر ما تتخيلوا، انا ما اقدر احكي بالتفاصيل، ما تتخيلوا الاستاذه تبعها شو كانت تحكي لها، نعم على شو كانت تحرضها، الافلام اللي كانت تقولها شوفيهم وتبعي، شوفي افلام هيك وهيك وهيك، وتفرجي على وانت حريتك شخصيه هون. لما البنت تغيرت بدعانا وفهمناها الدين وصار، قال لك كيف كيف البنت صارت تغير. هم لا، صاروا يركزوا يبعثوا للسوشيال، لازم الفاميلي هذه لازم يكون عندها مساعده. هالدول هذه أنا بقول لأي شاب في الدول العربية، خبزة ومية تحت شجرة، ولا ملايين الدنيا هنايا، نعم. خبز وماء، خبز وماء،
ولا إله إلا الله وتسمع الأذان. هاي الأذان هذا لما يجي في التلفزيون نخاف نعلي الصوت، هذا الجيران يسمعهم ليتصلوا على البوليس. إنا لله وإنا إليه راجعون. صوت الأذان يعني شوفوا، أقول لكم شيء، اللي حب الدنيا هذه لي جنة الدجال زي ما سميتوها أنتوا جنة الدجال، لكن بالنسبة لي أنا هذه، بالنسبة لي أنا جهنم، لكل مسلم جهنم. أي والله. ويكذب عليك أي شخص، يكذب عليك يا أخي أي شخص يكذب عليك، يقول لك هنايا في الراحة النفسية أكبر كذاب. أبدا عمري 20 سنة ما شفت راحة نفسية. الله يعينك ويريح بالكم، الله يا ربي، ويجمع شملكم على خير، وإن شاء الله آمين. ادعونا يا رب. شكرا لك يا أخي، بارك الله فيك وجزاك الله خير عنا، حتى أعطي فرصة للآخرين إن شاء بارك الله. بارك الله فيكم، شكرا لك. وربي ربي معك وربي يقويك إن شاء الله. الله يكرمك. يلا السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخت الكريمة، وأنا أطلب من جميع المشاهدين الدعاء، الدعاء لهذه الأسرة الطيبة بأن ييسر الله أمورهم، وأن إن شاء الله تحصل على الإقامة وتذهب إلى بلد زوجها، وأن يجمع الله شملهم على خير وفي خير بإذن الله.